منذ أكتوبر عام 1909 لم تجلس السيدة واحدة في هذا المكتب الذي اشتهر بكونه مكتب الرئيس الأمريكي. فيكتوريا خسرت، شيرلي خسرت، سينتيا خسرت، هيلاري خسرت. من هؤلاء؟ سأحكي لك. فيكتوريا وودهيل صاحبة الحلم الأول، أول سيدة تترشح لمنصب الرئيس عام 1872، لكنها بالطبع فشلت، فالنساء في ذلك الوقت لم يكن يحق لهن التصويت من الأساس، فكيف تحكم إحدهن؟ وتكررت المحاولات من تشيرلي تشيتشولم عام 1972، أول سيدة من أصول أفريقية تتنافس على بطاقة الترشح الديمقراطية، إلى سينثيا مكاني التي نافست في انتخابات عام 2008 أمام أوباما عن حزب الخضر، لكنها لم تنل سوى 0.1% من الأصوات وغيرها. حتى جاءت هيلاري كلينتون وظن العالم أنها من ستكتب التاريخ، فهي أول مرشحة رسمية عن واحد من الحزبين الكبيرين، ولكن هيلاري خسرت أمام ترامب. Such a nasty woman. I mean, she couldn't even pass. وحتى منصب نائب الرئيس لم تصل إليه أي سيدة قبل كامالا هاريس، لأنه في الحقيقة وتحت أطنان الشعارات عن المساواة والحرية، فإن الأمريكيات حين يترشحن لهذه المناصب يتعرضن لخطاب مناهض يشكك في قدراتهن على القيادة. Let me help you with the difference, Ms. Ferraro, between Iran and the embassy in Lebanon. فهل تستطيع هاريس كتابة اسمها في التاريخ كأول رئيسة أمريكية، أم يعرقلها أيضاً الحكم الذكوري لشرطي الحريات في العالم؟ Thank you.